برضه الناس حملت الشناوي كلام كتير بعد غلطته في مباراة بيراميدز. محمد الشناوي، محمد الشناوي. هرجع تاني للجزئية بتاعت اللي كنت بتكلم على أحمد نادر السيد. إحنا ليه بنهدم ما بنبنيش؟ هو محمد الشناوي إنجازاته إيه مع النادي الأهلي ومنتخب مصر؟ إنجازاته إيه في المباريات اللي كان سبب في إن النادي الأهلي يكسب أو منتخب مصر يكسب؟ هل معنى، طب أنا هقول لك على حاجة. اتفضل. حارس مرمى أسبانيا، فاكر الجون اللي جه فيه؟ طبعا طبعا. ايه؟ الكرة دخلت جون. ازاي؟ اللي رجعاله بيقفر راحت داخلة جون. بالظبط. مفيش حارس في العالم ما بيخطئش. وحصلت مع شريف إكرامي قدام أنيمبا. كويس. واتقطع. ماشي، مفيش مشكلة. لا شريف ده أستاذ تقطيع ده. ماشي. ده بيتقطع ده. لا يعني سيبك. ماشي. مش مشكلة شريف يتقطع، مش مشكلة يعني. لكن أنا بتكلم إن النهاردة في حارس مرمى في العالم ما بيخطئش. في لعيب ما بيخطئش. طب معالي معلول ضيع ضربة جزاء. أيوه. ليه ما حصلش الهجوم ده؟ هو بص في 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 لعيبه كده، وانا قلت ان الشناوي ليه رصيد كبير عند الجمهور. لا مش رصيد بس، ده رصيده انجازات، انجازات. والشناوي يعني محمد، يعني عشان بس الناس ما تفتكرش ان انا بتكلم على احمد الشناوي، محمد الشناوي لا، انا في رايي احسن حارس مرمى جه في العشر سنين او الخمستاشر سنه اللي فاتت. يعني احسن من شريف اكرامي؟ انت اللي قلت 10 سنين اللي فاتوا، ومبنى كان بيلعب ال 10 سنين اللي فاتوا. انت اللي قلت مش انا، عشان بس ما حدش يقولني. يعني احسن من شريف اكرامي؟ تصدق وتنام بالله. طب عامل ايه والله؟ ده انت خنزب. انت عارف الخنزب؟ فاكر الخنزب؟ طب انت اللي قلت احسن حارس مرمى جه في ال 10 سنين اللي فاتوا. خلاص. هو وشريف. هو وشريف. حاضر. قلب الاب. بس على فكره انجازات شريف في البطولات اكتر. اعمل اللي انت عايزه، مش هيفرق معايا يعني. طيب